الحمد لله مبروك للاعيبه النادي الاهلي، كانوا رجاله وعلى قد مقدار مسؤوليه فعلا، وده الحمد لله احنا بنلعب على بطوله. نادي الزمالك نادي محترم وله كل التقدير والاحترام، بس احنا برضو النادي الاهلي واللعيبه دي لازم لعبتنا. انا بقول لك احنا بنعمل الحمد لله فضل الله جيل للنادي الاهلي، جيل يلعب للنادي الاهلي. انا ممكن ما اخدش بطوله، بس انا بقول لك انا على مسؤوليتي اللي انا بعمل جيل الحمد لله فضل الله. انا مربي الولاد دلوقتي وهم صغيرين يكملوا على خير. مكسب النهارده نادي الزمالك دي نقطه كويسه بالنسبه لنا، مش نقطه ثلاث نقاط طبعا، بس انا بقول لك نقطه تحول بالنسبه لنا كبيره جدا، ان انت بتكسب على فريق. انا كنت قلت لهم قبل المباراه فرقه الزمالك كسبتنا هناك 2-0، احنا كنا الاحسن، بس النتيجه دي في الاول في الاخر بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. قلت لهم انتوا بتجتهدوا، كسبنا الحمد لله طنطا، رجعنا كسبنا المقصه، رجعنا كسبنا وادي دجله، كسبنا الزمالك. احنا النادي الاهلي، النادي الاهلي لو انا خدت مركز ثاني او التالت عادي زي اللي خد الاخير، ده انا معودهم على كده. احنا بناخد بطوله، النادي الاهلي لو ما خدش بطوله يبقى انا ما نجحتش، بس انا بقول لك في الاول وفي الاخر خدت البطوله، ما خدتش البطوله وحتى لو ماليش نصيب اما موجود في النادي او ليا نصيب، ده جيل لازم ان شاء الله باذن الله اللي هو يدي الاستمرار للنادي الاهلي ويدي للاعيبه لانديه مصر كلها ان شاء الله باذن الله. الحمد لله، يعني انا بقولت لك انا واثق في البدايه من لعيبتي، وطبعا مش لنا لوحدي، الجهاز كمان كامل بامانه بشركهم في حاجات في كل حاجه. انا بحب كده الجهاز يبقى لازم هو كل واحد فينا كل واحد هنا هتلاقي رقم واحد، مش ياسر انا رقم واحد. اللعيبه اللي موجوده عندك ده انا بثق فيهم تماما، اللي هو انا عارف انا كنت بلعب بتكتيك ايه وقايلهم في المحاضره اول الضغط ان نبدا ازاي. الحمد لله هي في الاول وفي الاخر توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، بس انا لما اضغط في البدايه هبدا استحوذ على 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 مجرى المباراه، ده اللي كان هدف بتاعي. عرفت اخطف جول، انا كنت لازم اشوف الاول نادي الزمالك بيلعب ازاي، هل بيلعب نص ملعب، بيلعب زون ديفنس، بيلعب ثلاث اربع ثلثين ملعب لسه، فانا كنت بادئ ان انا كده هضغط. الحمد لله في زي ما انت اتكلمت وقلت في بدايه اول 7 ثواني اعتقد دي ما حصلتش يعني في رقم قياسي، فالحمد لله انا قضيت صفحه وقلبتها عشان تبقى انت عارف مباراه. طبعا نادي الزمالك نادي كبير، بس انا بالنسبه لي كان يهمني الثلاث نقاط، احنا خدنا الثلاثه بونت خلاص، عند ماتش الجونه اللي جاي بفكر فيه، علشان انا قلت لهم الماتشات اللي جايه كلها ماتشات كؤوس بالنسبه لنا. احنا قلت لهم النادي الاهلي متعود كده، لما بيبقى موجود في المقدمه صعب ينزل ثاني، فانت لازم تعود على كده اللعيبه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللعيبه كانت على قد المسؤوليه، اللعيبه قدرت تنفذ التعليمات اللي الكابتن ياسر قالها والجهاز بتاعها قالها. اللعيبه الحمد لله رب العالمين من اول ما بدانا الماتش كنا متكلمين معاهم ان احنا ننزل نضغط عليهم في الاول خالص، فالحمد لله ربنا كرمنا بالجون اللي جه في اول 7 ثواني، ضغطنا عليهم والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نسهل الماتش على نفسنا واحده واحده الحمد لله. يعني متعودين حتى لما كنا بنلعب احنا كمان متعودين ان احنا لو عندنا الفرصه ان احنا نجيب جون واثنين وثلاثه و10 و20 ما بخلش على نفسي، طول ما انا دي هتتحسب لك انت، هتتحسب الناس هتتكلم عليك. فيلت 2004 كانوا بيلعبوا الزمالك هنا كسبوهم 4، فدي بتبقى حاجه كويسه ليك. انا لما جي لي كنت بلعب، كنا بنلعب الزمالك هنا كسبنا الزمالك 6، يعني طول ما انت عندك وتقدر تسجل ما تبخلش، هتبقى حاجه ليك. اسماعيل جه هنا خسر 7، رحت ام بي خسر هناك في ملعبه 6، فدي بتبقى حاجه كويسه ليك، الناس هتتكلم عليك كويس، تقول لك فرقه كويسه، لعيبه كويسه، لعيبه عندها ثقه في نفسها. زياده الاهداف هتريحك، هتهمد الفرقه اللي قدامك وتريحك انت، هتخلي امور يعني انت مثلا كنت ما كنت كسبان دخل 3 دخل في الجون برده يعني ما تشددش، لسه المسافه بعيده، النقاط الاهداف بعيده، ربنا كرمك وقدرت تجيب الرابع. فطول ما انت مزود اهداف والاهداف نسبه الاهداف عاليه هتلاقي ان امورك بالنسبه لك انت في الملعب هتلاقي امورك اهدى وهتلاقي نفسك مستريح، هتلاقي الفرقه الثانيه مشدوده، هتلاقي الفرقه الثانيه فاتحه عشان خاطر تجيب جون، فانت هتقدر تجيب الثالث والرابع والخامس. طبعا انت عارف ان مباراه الاهلي والزمالك ده ديربي خاص، ده درب خاص بالنسبه للاهلي والزمالك، اشتغلنا عليه الاسبوع اللي فات، نسينا اي ماتش احنا كسبناه اذا كان ماتش مقصه ولا قبليه طنطا، وانت عارف اللي كان في ظروف صعبه، ركزنا في الماتش ده كويس جدا، دي كانت مهام لكل لعيب اللي هو يركز. الماتش مش ماتشنا كجهاز فني، الماتش كماتش اللعيب رد اعتبار ليهم اللي هم يجيدوا في المباراه دي بالذات بالاخص للعيبه بتاعتنا. ما تنساش اللي احنا اخفقنا هناك في الماتش بتاعنا، الحمد لله ربنا اكرمنا بالفوز الجميل برباعيه، فنحمد ربنا عليه الحمد لله. هم رجاله طبعا انت عارف النادي الاهلي بيقف تحت الضغوط الصعبه دي، بتلاقي اللعيبه بتظهر بفضل من ربنا.